السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ثلاث مواقع كانوا كويسين جدا، كده بداية الفوتوشوب مجانيين وأونلاين. الميزة بقى لما جه الذكاء الصناعي دمجوا الذكاء الصناعي جواها، فأصبح إن أنت تقدر تدخل على الموقع تلاقي نفس الأدوات اللي كانت موجودة قبل كده، وتلاقي برضو الذكاء الصناعي. هنا ده مثلا بيعمل تحرير أو تعديل على الصور، ليبك هنا ديزاين إكسبريس، هنا وان كليك ايمج وهكذا، ده بيشيل لك الخلفيه من خلال الذكاء الصناعي. طيب خلينا نشوف بيكسر اكس، هنلاقي عندي هنا اي اي جنريتور، هو لسه برضه موجود نفس الادوات اللي بتشتغل زي الفوتوشوب. تقدر تفتح الاوبن ايمج تعدل عليها، تقدر تديله الصوره يو ار ال وهو يفتح لك الصوره وتقدر تعدل عليها. خلينا نشوف اي اي جنريتور، بيقول لك اكتب اي حاجه انت عايزها واختار الستايل اللي انت عايزه والاوتبوت اللي انت عايزه وقول له جنريت. عملنا جنريت من غير ما نعمل حساب اصلا، يعني مجاني فكون لك الصوره اهي. فهو استفاد بذكاء صناعي. زائد في بعض التولز اللي موجوده وانت شغال عليه بيديك امكانيات، زي مثلا ان انت تحذف مثلا خلفيه، ان انت تغير صوره شخص بصوره حد تاني بذكاء صناعي. طيب ده موقع تاني بيحسن الصور من خلال الذكاء الاصطناعي، بيقول لك حط اي صوره وهو يبدا ان هو يشتغل عليها. autohance.ai سواء مثلا من على الهارد بتاعك، سواء لينك، سواء جوجل درايف، هو يبدا يشتغل. ده برضه موقع اخر مديك تولز كتيره، هو اصلا فيه حاجات اديت فوتو ثمان، هنا الشانل ارت، كل الحاجات دي موجوده فيه، لكن هو اضاف AI tools تعمل بحرفية مع الموضوع. في مثلا ان انت text to image هتكتب اي حاجة هو يحول لك لصور، او يحول لك لكرتون، او يظبط لك الصور مثلا. كل المؤثرات دي في الذكاء الصناعي. طيب خلينا مثلا نقول له convert text to image، اكتب بقى الحاجة اللي انت عايزها. وتقول له generate، فيبدأ يكون لك الصور خلال ثواني. فبرضه كده المفروض كل واحد في المجال بتاعه. دي صورة كنت عملت لها كريت قبل كده. استفاد بقوة الذكاء الصناعي، يضيف لك قوة للمنتج بتاعك. فعمل لك صور بالشكل ده، تقدر تعمل لهم داونلود او تقدر تعمل لهم اديت. ده بيقول لك ان انت تطلع صورة هو يبدأ يعمل لك الصور بالشكل ده. طيب خلينا نجرب. اخترت الصورة وقلت له اوبن، بيبدأ يرفع الصورة ويبدأ ان هو يعمل لها تكوين للصور من خلال تكست، فيعمل لك الصور بالشكل دوت. لو مش عاجبك تقدر تعمل جنريت اجين، تقدر تعمل داونلود للصور، تقدر تعمل ايديت ليها.